وعادل خويا احمد الروينه في كوزينه انهار كبير هذا سيدي احمد ايه جيجي جي ما بقاوش عندك الركابي تي الحق ديك الفضيحه اللي دارت في هذاك الحسيمه صاحبي كيف شي خبارة من الحسيمه الناس الحسيمه عيطوا لي زريقه فهاد المره دايره فضيحه سيدي احمد الشكاره جات عاوتاني اليوم السبت راه سالات هذه راه ما جات حتى العشيه اللي بغا غدا ان شاء الله الحد يجي لها الصباح اييه والثمن ديالها 1000 ريال 1000 ريال ها المارو ديالها ضامي ها الكري ديالها بالكحل شتي اييه والثمن 1000 ريال 1000 ريال مولاي مربوحه مربوحه حيدر عادل تخرج شي كونجي شاد راس هرب ديتي هذاك المسطيه ديال مرتك اييه وانت انا خويا نخرج انا عييت سير ها سير كيفاش مشيتي مشيت الحسيمة انا نطلع جديد ان شاء الله سيدي بوزيد شلة ها شلة سيدي بوزيد اخويا الناس الكرامة وراك زريق قالوا لي زريق اجي اش نمشي ندير هذيك الحسيمة عرض عرض عليك شي واحد في الحسيمة لا عرضت على راسي راسي راه بابا هنا مولاي احمد هاك يا فاطمة يا احمد الهبال الهبال احمد نقول لك واحد الثمن احمد خيالي 40 درهم احمد 40 درهم شكاره ب 40 درهم الهبال ديال الهبال والروينه في كوزينة هانت شبعانا الوان وشبعانا موديلات والثمن ديالها 40 درهم احمد اللي بغى الشكاره غدا الحد يجي لها ان شاء الله هانت احمد باطمان هذا احمد باطمان ديال الراجا ولا ديال شو الشكاره ب 40 درهم محشوماش ها الاول 40 درهم احمد ها الهبال ديال الهبال الروينه في كوزين هاي لا موديله هذه حتى هي 40 درهم احمد كل شيء 40 درهم شي ديال 1000 ريال عقل عليها اه هاي حتى هي 40 درهم اللي بغى الشكاره غدا غدا الحد يمشي مع 11 ان شاء الله صافي مولاي احمد ايه يلا خويا مشيو عينا خويا احمد حي مذبوحة عادل خويا احمد واش والله يا خويا احمد الى حشومة يتباع ب 30 درهم شو الصك يدي شو هضره ما جات العشية العشرة شحال دابا الساعه ورا دابا العشرة قال 25 العشرة قال 25 والله كون جا الصباح هذا ما تبقى فيه بياس هاد الصاك هذا موديل جديد اللي بغاه يجي لي الصباح ان شاء الله ها هو اللي فيه شي ايه ها كيفاش يتهز الثمن الثمن ديالو 30 درهم 30 درهم ها اللوينات اللي فيه ميت الصاك حنين بالله هذه سلعة الحد سلعة الحد سيدي احمد الزين مرضي الوالدين ايه تا هي داك رجلي الماركيز زايا تا هي لبسات البوركيني واش دري يدي الحسيمات كيديري بنت حدا مقلع بحال شي خدام سي العاك هاي دبلها